هو طاح وسقط على الارض انتظرك في اليمين ودركنا جول الفيل الايبواري الفيل الايبواري دي جي مسيو دروغبا يسجل الاهداف الم نغير الاراء الم تتغير الاحكام قلت في صوت في وقت من اواخره ان تشيلسي يغير الرقم سيسجل البدايات الله على ركنيه السابعه اضرب يا الفيل اضرب بذكريات لا ينسرنا لحالي دوم لحالي دوم دروغبا البارح دروغبا اليوم لحالي دوم لحالي دوم في المنشن البارح في مانشستر اليوم يضربها وجول يضربها وجول يقفز فوق الجدار اين ذهبت يا رافائيل اين الدفاع يعطيه متر كامل دروغبا اي متر دروغبا تعطيه 20 سنتي يضرب ويسجل لا حاجه لكم بدياغو كوستا دروغبا يكفي ويوفي دروغبا يفتح بوابه التسجيل اي هدف يا ليبوار هل يتغير الانجليش تي ويجيبوا له شاي بالياسمين هل يتغير الانجليش تي ويشرب الشاي بالياسمين اه يا بنخالة مش ممكن التعادل شدوا بدلوا له شاي بالياسمين شاي بالياسمين جيبوا له جيبوا له جيبوا له جيبوا له والهدف يتمد على طول الحارس التشلساوي هدف القاتل هدف القاتل ما هي التغييرات فبارسي جول وشعر فيليني يساهم في الهدف رأس فيليني يتعادل ومستحيل يا تشيلسي مش ممكن في الخواتيم مش ممكن في الخواتيم شاي بالياسمين نعم 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 يا فبارسي هدف التعادل الله يا فيليني قذيفة من فان هود قذيفة لمن يعود والمان يسجل هدف وتشيلسي يدفع ضريبة التغييرات التعادل كم هو قاسي العام الماضي جرحت باريس سان جيرمان في نفس الوقت والان فان خال جيبوا له قهوة فان خال جيبوا له قهوة فان خال التعادل يا روبن يا فان بيرسي جول لنادي مانشستر يونايتد تعادل المان